بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ما ودي سننا تبارك وتعالى في مستهل هذه الكلمة إنه نوافتشيه وهي خيرة وهي الزلل ياسم بالرحانة إنه نقى إلاليه عمل كان نقى إنه إلهي كرده وميد سايدرتي لولا تشيده كلمة دا سيدي هرب الله إعلامي نوان كيد وحوي الاختطافات أسبابها وسبل الوقاية منها أفضو بيده صوبها كينا إيو سيابها ليسغا إلالين كرامة جددك ليسغا إلالين كره وحي على قل لأدهي كلمة دا أو محاضرة داني رما هو أيهن دنبي هذا الحين تود آت كوب بدن تهي وآه أفضوب كا ضد كلوك جيستو كرهان دل كان عنشوقنو كرهان مقالة نيروبي يا مقالة يكلم يتكا وغيها نقاد الله هذا الحيي ورباهين تا يا شارع اجتمع قودهان تاسو أبورتي أقاقح بدن هي حالة عبسلة ضد بدن كو أبورت إلى هير عروره با اسكول لدى إني التقان وحقوبي وحبرشادة آذان والدين بدن أي كرابين عبسي بدن بي أبورت مر وحان شاء الله أمر كينان كلمة دن ظاهرة دا بالأسباب تا كينتا قودهان وحكات تابنو سيدي الله سلي سجاي إلى لين كريه. وحنقول مرة إن هرتين الموتشنو أهمية دا إلى ذا هاي يوم ننتا نبت قليدو أي أولى ذا هاي بولشوينج هي مجتمعاتك. مجتمعات كاسي أو مسلم ها هذين أو مسلم يسنا هان. نورش بني آدم كا لف دور وحاو اساس نوع امنك هي نبت قليده الهي نعم كبني ادم كوسيو هو اوغو قالي سن بينا كميت امانك استقرارك حسلونيدا طمانينده اني ددكو اون نبت قلان نفتودا خولهودا ارديغودا دينتودا ديغانكودا نولوشا أساسيات كذي كميت قرآن كريم كا ميلك كميت إلهي وكتل مامي تبارك وتعالى وهي كميت هاي إن الله تبارك وتعالى كبهر مريي با أرزاق ده بمعنى بني آدم كم متشري كرو هدو عمتي عبيتان وايو رزق هدو وايو متشري كرو ساعتي هذانا أرزاق ذا وحلقه هرمريي يحنيتانك يعبيتانك أمني قال له هرمري قرآن كم يلا كم ذا وحكم ذا مالها رنتاس الله كتل مامي مركو إلهي كور رمي في سورة البقرة قصة النبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعى ذي سيء ودعى عيني مقالة مكة يدت كذا الله وحده تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إبراهيم وحده الرب يوم بلد كان واحد كاركتا مد آمنا مدت كيسو أمان كهلا وبلد الحرام ومك وحكدن بيسيي أهل كيسانا وحاد كو إرزاق دا ملاها حق وضا يلا دلق صوبحا إله ودد كميشن دقن كإرزاق قارهان ددك الله يمالين تا آخر الرميسان
marka u fiirso nabiyullaahi ibraahim calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam, ammaanka ayuu ka hormariyey arsaaqda. Isla aayad kaloo fii suurati alqasas ku jirta, alle waa ku tilmaamay macnaha isaga, oo wuxuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala, waqaaluu in nattabici alhuda macaka nutakhatof min ardina awalam numakkin lahum xaraman aamina yujba ilayhi thamaraatu kulli shay'in rizqan min ladunna walaakina aktharahum laa yaclamuun. Waxay yidhaahdeen, maxamedow haddaad hanuunka aad la timid ku raacno reemaka wa nutakhatof min ardina, dhulka nagaa nalala kala dafi, waa nala kala dafi. markaasaa ilaahay u jawaabo wuxuu yidhi, awalam numakkin lahum xaraman aaminan, soomaanaan makinin makaninin u gacan gelinin maanaan dejinin xaram aamin ah way ammaan ku haystaan, oo isaga sababtiisa ay naftoodii xoolahoodii ku nabadgelayaan. markaasaa alla wuxuu yidhi, yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shay, waa arsaaqdii waa adduunka wixii dalag iyo midho ka baxo dhanna la keeno oo loo soo qaado. Marka ammaankaa la hormariyey, arsaaqdaa laga dambaysay. Alimaam ibnu kathiir calayhi raxmatullah markuu masalada ka hadlahay, aayadahaas uu fasirayay, wuxuu sheegay sababta keentay in qur-aanku uu hormariyo ammaanka, uu ka hormariyey amniga, uu ka hormariyey arsaaqda. wuxuu leeyahay, fabada'a bilamni qabla arrisqi lisababayn, wuxuu ammaanka ugu bilaabay oo risqa uga hormariyey laba sababood. sababta koowaad waxa weeye, lianna istitbaab alamni sababun lirisqi, lianna ammaanku inuu sugnaado xasilo sabab waxay u tahay in risqa la helo. oo markii ammaan la helo maxaa dhacaya, faidaa shaaca alamnu wastataba daraba annaasu fi lardi, markii ammaan la helo oo arrintu xasisho oo cabsidu baxdo, dadku marka way safrayaan, waa la tijaaraysanayaa, arsaaqdii baa la keenayaa. marka waxa weeye, in la safro oo ganacsi la keeno oo beerihii baxaan oo arsaaqda la keeno oo kasabkaasi yimaado, waxaa sabab u ah ammaankaa, sabab u ah saas daraaddeed ammaanku isagiiyaa sabab, arsaaqdii sabab u ah, saas waa loo hormariyey. waa midda koowaad. midda labaad wuxuu yidhi, waliannahu laa yatiibu tacaamun walaa yuntafacu binicmati risqin idaa fuqida alamnu. sababta labaad ee loo hormariyey ammaanka loo hormariyey waxa weeye, lianna cunta macaanaan mayso, risqna lagu intifaaci maayo markii amniga la waayo. ammaanka haddii la waayo, cunta kuu dhadhami mayso, cabitaanna macaansan mayso, risq nicmadiisuna intifaacsan mayse. faman min annaasi axaata bihi alkhawfu min kulli makaanin watabaddada alamnu min xayaatihi thuma wajada ladatan bimashruubin aw matcuum, buu yidhi. yaa waaye ruuxa dadka ka mid ah oo intay cabsi gashay oo nabadgelyadii meesha ka baxday, noloshiisa ka baxday, oo cabsidu hareeraysay, asagoo xaaladda ku sugan haddana cabitaan iyo cunto macaansaday, yaa waaye ma kuu dhadhamayso, haddaad baqayso cuntona kuu dhadhami, cabitaanna kuu dhadhami maayo. markaasaa wuxuu bixiyey ishkaal aayad qur-aanka ka mid ah oo aayadahan hadda amniga hormarisay iyadu ka duwanoo iyadu hormarisay risqiga hormarisay. waa aayade suuratu ilaaf, alladii atcamahum min juucin wa aamanahum min khawf, iyadu waxay hormarisay allihii ka ammaan yeelay gaajada, cabsidana ka aamin yeelay. alladii atcamahum, quudiyey min juucin gaajo xaggeed, wa aamanahum min khawf, marka ammaankiibay dib ka dhigtay, risqiibay hormarisay. taasuu ka jawaabay. marka waxuu leeyahay jawaabtu waxa weeye, suuraddaasi waxaa lagula hadlayay gaalada. wuxuu yidhi, wacinda mukhaatabati haa-ulaa'i yaxsunu albad'u bilqaliili qabla alkathiiri wa bilyasiiri qabla alcadiim, marka gaalada lala hadlayana waxaa fiican buu yidhi hadalkooda in inta yar looga bilaabo, in weyn intaan la gaadhin.
شيغا فضود إن لوغا بلابو كوين إنتان لكاري سيداس درادي مادام قال له هذا أسلوبك قال هذا الله الله ساسا بوليه المهم أيضا هاسي وحي تلماما يان أهمية دا إلا دا هاي أمانك ينبت قليد بأيولا دا هاي مجتمعاتك وحاسلقنا تلماما يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بخاري في الأدب المفرد الترمذي مناجه صلى الله عليه وسلم عمد غارك التحسينين يا النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها روحي وبريستا أسقى أو شركي سوف يويه عافي ما تقبل جماعة ذي مجتمع وكل حنولي هين أمان كهيست مالك وحقوضا لها يعنتدي سنة هيستا أدون كي أو من مالو تشري بات لما أنتي إن لو أروري بات مدة يعني وحكا مغرمة تشروا تضع في مال نهيست قوت كاغا نهيست أمان نهيست نلوش الضروريات كيدو وانتا مركا دين تلقيت تقوى الدنيا دا وانتا هو مركا أمانكو وحو كمي دي هاي أساسيات كنلوشا لسكو وفقسيها مركا القرآن الكريم كو اسكو حري أو اسكو لماني بين الأمن ورغد العيش وحاكلو اسكو لماني بين الخوف والجوع قاعد شدا هي فقرقة هي باهدة هي نبتقلية درد وإسلي ديركتا هي برواقضة هي نبتقلية دون وإسلي سيدا وحات المامية آيادة الله تبارك وتعالى وكتب في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون دقموا إلهك الشكي تصالوك بحيي وحي هيستي أمان ويحس اللونيد رزق واسع وملك استوقع إيمانيا وي هيستي وفيرسو أمان نوي هيستي رزق واسع نوي هيستي إلهي النعموين كي سيبه كو كفر دي مركزا أمان كينا وحلوغا دي عبسيبا لوغو بدلي رزق واسع أهي نلشي وناك سنيدنا وحلوغو بدلي قاتشا لوغو بدلي مركا قاتشا دا هي فقرة هي باهدة هي نلو الحمدة هي أمان حمد نوي سليه أمان كا ينولش ونعكسن يرزق واسع عنه وإسليه ساسي بسهولة من زيهم لأن ماشي لجواه أمان لجواه نور لي ما تعلوه تاريخ ذا مركز دي بلور راعنا حضارات كا يو بني آدم كا البحن مديسي نولش يسوحي هرمر تامير كي أمان لهلو استقرار أمن يمركو دعو ومجتمعاتكو يأفرادو يأممكو أي حسلان مركزي إنتاج يشان وحصوصار يشان مركزي حرمريان مركزي محوء هاي نلوش قيبه هذا كله حرمرتا سيداسو يمعنى ومسألو ليسلو أقوليه سازدراد ديد الأمن من أهم الضروريات الإنسانية أم الضرورات الإنسانية بين آذنك حيالها أوسن كمار من أساسيات كأقوم مهم سنة نمبر كوكوبات سوق لي وحاكم ذا محوء هاي أمان كاكم مركة القرآن الكريم كأعجبت سيكم التهاي وحب كل ما نييب أمانك توحيدك بكل ما نييب توحيدك سو دين تأساس كذي ما توحيدك يا أمانك با مركة لس كل ما ني أيضا النبي الله إبراهيم دعاديسي في سورة إبراهيم مركو دعيني وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إبراهيم نبي الله إبراهيم بعد عيني ربي وبلد كم واحد كذك تأمين آمنة أنا جا يعرور تيدنا واحد نقف وجيسا إن الصنم يدا عابدنا صوما الصنم يدا إن عابدنا نقف وجا شركة نقف وجا والشركة ولا نقف وجا ده سو توحيد كي ما توحيد كي يوحوس كل ما نيجي هي أمان كي ماشاء الدين تين كجيت شرط قرن كرتان مركو إنسان مال دواعين
waxyaalo fara badan oo axkaamta shareecada ka mida markay amniga isqabtaan, axkaamta shareecada ammaanka isqabteena la iswaafajin kari waayey waa looga tegey, amniga dartii baa looga tegey si aan amniga khalkhal u gelin. Tayib, xadiidkii baa ka mida isaguna macnaha tilmaamaya Tirmidhi soo saaray kheyrkii oo culimmada qaar ay leeyihiin waa xasan, nabigu sallallahu calayhi wasallam markay bishu dhalato oo bisha arko dhalashadeeda waa kii ku ducaysan jiray allahuma ahillahu calayna bilamni waliimaan waalsalaamati waalislaam, ilaahu bisha waxaad noogu dhalisaa ammaan iyo iimaan. Soo maarat iimaanku waa towxiidkii soo ma, ammaankii iyo iimaankii baa isla marka ayuu sidaa nabigu isugu lamaaniyey sala allahu calayhi waali wasalam. Bal culimmada qaar ka mid a waxay leeyihiin yacni waxyaalaha bini aadamku uu asaasiyaadka noloshiisa waxaa ka mid a caafimaadka, caafimaadkiisa ammaankaa ka horreeyay. Alimaam Burrazi calayhi raxmatullah wuxuu leeyahay culimmada qaar ka mid a waxaa la weydiiyey alamnu afdal am isixa, ma ammaankaa wanaagsan oo fadli badan mise caafimaadka? markaasaa ninkii culimmada ee la weydiiyey arrinka wuxuu ku jawaabay alamnu afdal, ammaankaa fadli badan. marka wuxuu u keensaday daliil xisi ah, wuxuu yidhi neef adhi ah hadday lugtu ka jabto, lugta ka jabto, hadduu lugta ka jabo iyadoo lugta ka jaban ayay dhutinaysaa oo iska luudaysaa, daaqay raadsanaysaa, cuntadii bay raadsanaysaa, cabitaankay raadsanaysaa, hadday xataa muxuu ahay kici weydo way siqi, lugta ay ka jabtay uma diidayso inay raadsato daaq iyo risiq raadsato. laakiin wuxuu yidhi neefkii adhiga isagoo fayow oon lug ka jabnayn oo balaayo qabin, haddii meel lagu xidho agtiisana yey lagu xidho, yey ama waraabo lagu xidho, daaqna la hor dhigo, wuxuu yidhi daaqaasi ma cunayso inta yeyda arkayso. siday u didsan tahay yeydan isaga ilaalinayso bay ku geeriyoone cuntadaba fiirin mayso. marka markay lug jabnayd, lug jabnidii uma diidin inay risiq raadsato, laakiin arsaaqdiiyo hor taalla cabsida gashay daraaddeed ayaa u diiday inay arsaaqda cunto oy daaqa cunto hor yaalla, cabsida baashan ay ka baxaysaa ka hor istaagtay. marka waa wax aadamaha keliya khaas kuma ahee, waa wax noolaha oo dhan ka dhexeeya, intuu baqayo waxba u dhadhami maayaan, noloshii uma dhadhamayso, ilaahay irkaasay gaadhsiinayaan. marka waxay tilmaamaysaa ahmiyadda ay leedahay. markaasu wuxuu keenay xadiidkii haddaan soo marnay, man asbaxa minkum aaminan fii sirbihi mucaafa fii jasadihi cinda quutu yowmi fakaanama xiisat lahu dunya bixadaafiiriha. tayib, waxaa ka mid a arrimaha tilmaamaya diinteenna iyo amniga meesha ay dhigtay iyo ahmiyadda uu leeyahay, dadka amniga ku ciyaara oo ammaanka mujtamacaadka iyo xasiloonida ku ciyaara, axkaam la dejiyo, cuquubaadka la dejiyo kuwa ugu adag bay shareecadu ka dejisay, oo aan turid lahayn, naxariis lahayn. waa midda ku timi suurat Al-Maa'ida, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا إلى آخر الآية. ددكاس للك فسادني إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم للك فسادني فسادك كشقيني ألا وحيد تبارك وتعالى أبالكود وإن الله يو ama la salbiyo la daldalo, ama gacmahooda iyo lugahooda si isdhaafa loo gooyo, ama dhulka laga masaafuriyo, ma tartiibaa mise imaamka khiyaar u laho xaaladaha kala dooran kara? waa masalo khilaaf fiqhiya waaye.